السلام عليكم سنة ستة. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في شرح يونت فور. هو اليونت سهل كله على بعضه، الدرسين بتوعه سهلين، بس هو الكلام يعني كلماتهم محتاجة بس واحنا بنذاكر نبقى بنعملها بكتابة عشان الكلمات جديدة ما خدناش قبل كده، بس هو كله على بعضه سهل، هتلاقوه لطيف جدا إن شاء الله. طيب أول حاجة، الدرس الأولاني في يونت فور. يونت فور بيتكلم على structure and function. lesson one human nervous system. طيب أما نيجي نبص كده، what is the nervous system؟ يعني إيه أساساً nervous system؟ nervous system ده عبارة عن إيه؟ زي ما إحنا كاتبين كده فوق، بص كده مشاور على إيه؟ هنقول it is the communication and controlling device in your body and it consists of brain, spinal cord and nerves. يعني ايه كلمة communication and controlling device؟ يعني it is responsible for communication، خلاص يعني بيخليك على اتصال كده بال surrounding environment. and controlling device يعني ايه كلمة controlling device؟ يعني controls all the behaviors, emotions, activities, function of other systems in your body. هي اللي بتتحكم في كل حاجة. طب the nervous system consists mainly of brain, spinal cord and nerves. فين البرين؟ اهو الجزء ده. طب فين السباينال كورد؟ انزل معايا كده، بص انا مشاور على ايه، شايف الحبل نازل ده؟ ده عندي كده اسمه سباينال كورد. طب مين النيرفز دي؟ البرين بيبتدي يخرج منه شويه برانشز كده، اللي هي الاشكال اللي انت شايفها هنا دي، والسباينال كورد هو كمان بيبتدي يطلع منه الحاجات الايه الصفرة اللي انت شايفها. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على the nervous system it consists of brain, spinal cord and nerves. طيب هندخل دلوقتي what does the nervous system do؟ كده عايزة وظيفته. بص الصورة دي مبينة اكتر، ال red region اللي فوق ده هيبقى ال brain، الاصفر اللي نازل منه ال cord ده هيبقى spinal cord، الحاجات بعد كده اللي طالعة في الكرينيوم او طالعة في ال head دي هنسميها nerves، الحاجات التانية الشراشيب اللي طالعة من السباينال كورد دي احنا بنسميها نيرفز. طيب ايه الوظيفة بتاعت النيرفز سيستم؟ بيعمل ايه؟ receives information from the surrounding environment. يبقى يستقبل المعلومات، زي ما انتوا قاعدين كده عمالين تتفرجوا على الفيديو ده، انا كده انا بشتغل على النيرفز سيستم، حضرتك بتشوف بعينيك اللي انت بتشوفه ده بيتبعت على طول على البرين عشان يترجمه، بتسمعني سامع صوتي يبقى ده بيروح من الايرز يروح على البرين عشان يبتدي يترجمه. طيب يبقى receive information from the surrounding environment and from your body then it interprets this information and makes the body respond to it. يعني انت دلوقتي جمعت الحاجات المعلومات دي، جسمك استقبل، the nervous system بتاعك استقبل. لما اجي اسال حد فيكم دلوقتي the nervous system consists of what، برافو هتقولوا brain و spinal cord و nerve، يبقى انتوا عملتوا ايه؟ استقبلتوا مني معلومه لما سالت فيها رديتوا عليا على طول، تمام؟ طيب تاني حاجه it makes you know if things are hot, cold, sweet, bitter, rough or smooth. يعني انا دلوقتي قدامي مثلا كوبايه، عايز اعرف في الكوبايه دي اللي فيها ساقع ولا سخن، هجسها احط ايدي عليها يبقى ده hot or cold. طيب sweet or bitter هتخليني اعرف اذا كانت الحاجه دي طعمها حلو طعمها مر، على حسب. رف سموس مسكت قماشه عايز اعرف دي خشنه ولا ناعمه، يبقى الملمس بتاعها الاحساس ده، يبقى ده كله عن طريق مين؟ النيرفس سيستم. It adjusts your movements and protects you from harm, makes you feel pain and solves problems. بعد كده بنقول it adjusts your responses that require emotions. واحد قال نكته مش هتعيط انت هتضحك. طيب حد ضايقك بحاجة you will feel angry. جاي الصبح رايق كده وقاعد ومذاكر وعارف ان انت مذاكر كويس وكل حاجة مستعدة للامتحان، فانت هتبقى قاعد كول، طلعت نتيجتك هتنبسط وتضحك. حد نقصك في امتحان في سلوك في اي حاجة you will feel sad. يبقى مين اللي مسؤول عن الاموشنز كلها الهابنس والسادنس والحاجات دي؟ مين؟ النيرفس سيستم. آخر حاجة بنقول it oversees the multiple functions performed by the human body.
as feeding, moving, breathing, thinking, and others, and coordinates and regulates them. يعني هو كأنه كده عامل زي المدير كده، بيبص على كل ايه جسمك، كل الوظائف اخبارها ايه، الفيدنج الموفينج البريذنج. لقيت نفسي بجري، يقوم باعت على طول على الدايجستيف سيستم، ويبعت على طول على عشان نهضم الاكل، عشان يطلع لك الاكل ده، يروح بعد كده للسيلز، يبعت للهارت اعمل هارت بيتس زياده عشان تعمل بامبنج للبلاد ده اول اوفر ذا بودي، يبعت للريسبيراتوري سيستم increase the rate of respiration عشان بعد كده تبتدي تعمل burning للفود دوت اللي دخل السيلز، وتعرف يطلع لك كمية طاقة كافية. عشان كده بنقول it oversees the multiple functions performed by the human body as feeding, moving, breathing, thinking and others. طيب هندخل بعد كده بقى what is the building unit of the nervous system. أصغر حاجة عاملة إيه في الـ nervous system. احنا كنا واخدين من زمان the smallest building unit of body of living organism، كنا بنقول عليها سل. تمام. طيب احنا عندنا جزء من البادي اللي هو النيرفس سيستم، يبقى ده smallest building unit of the nervous system برضو هتبقى سل، بس المرة دي مش هتبقى مجرد سل عادية، اسمها nerve cell او بسميها النيورون. طيب النيورون ده consist of ايه؟ هلاقي عندك معمول من جزئين زي ما شرحنا مع بعض في كلاس. هيبقى في عندك two parts، المين بورت عامل زي كف ايدك كده، فاكرين لما فردت ايدك قلت كف ايدك والحتة بتاع الدراع، كف ايدي اللي طالع منه صوابعي ده هنسميها cell body. بعد كده الحتة التانية بتاع الدراع اللي فاضلة دي احنا كنا مسمينها axon. طب الاكسون ده ends by terminals، والcell body دي consist of ايه؟ الجزء الاصفر اللي موجود عندك ده اللي انا مشاورة عليه ده هيبقى nucleus، الجزء الازرق اللي حواليه ده اللي هو يبقى nucleus surrounded by cytoplasm enclosed by a plasma membrane، ده اللي بيبقى قافل على cell body. الcell body دي extends from it some branches called dendrites. Dendrites are connected to the neighboring neurons forming the synapse. طب بالنسبة بعد كده للأكسن اللي هو cylindrical axis، ده المفروض بيبقى covered with myelin sheath، والmyelin ده types of fatty acids، نوع من أنواع الفاتي acids، ده طبعا for protection. طيب the axon ends in terminals اللي هي دي. The terminals are connected to the muscles or other neurons forming synapse. والsynapse ده اللي هو ايه؟ لما الدندرايتس بتاعت نيرف سيل تقابل دندرايتس نيرف سيل تانية، اما بيشبكوا مع بعض الحتة اللي بيتواصلوا بيها مع بعض وبينقلوا فيها النيرف امبلسز اللي هي السيجنالز، يعني الاشارات العصبية ما بينهم وبين بعض، النقطة اللي هما بيلتقوا فيها دي احنا بنسميها سينابس. يبقى تاني ده نيورون، ده الاسم الدلع بتاع نيرف سيل. يبقى ده نيورون or the nerve cell consists of two main parts, the cell body and the axon. The cell body زي ما احنا شايفين it contains the nucleus, cytoplasm and plasma membrane. يبقى nucleus in the middle surrounded with cytoplasm and enclosed by the plasma membrane. There are some branches extended from the cell body called dendrites. Dendrites connect the neighboring neurons with each other forming synapse. طيب مين هو الأكسن اللي هو يعني الجزء الثاني من نيورون او من النيرف سيل؟ اما اجي اوصفه هو cylindrical axis، يعني شكل السيلندر. طب يبقى cylindrical axis covered with a fatty layer called myelin sheath. sheath ده يعني زي membrane او layer، myelin ده اسم الفاتي اسيد اللي محاوطه، يعني انا مدرسه واسمي هبه هي فاتي اسيد واسمها myelin. طيب بنلاقي ان الاكسن ده end with terminals، يعني ليه شراشيب كده في الاخر. يبقى it end with terminals connected to the muscles or form a synapse with other neurons. يبقى التيرمينالز دي يتوصل النيرف سيل دي بعضله بمصل، او تتوصل بنيبرنج نيورون او نيرف سيل تانية عشان ساعتها يعملوا سينابس. طيب هناخد بقى دلوقتي هنقسم the nervous system is divided into two main parts. the nervous system هيتقسم عندي جزئين اساسيين. the central nervous system اللي هو ده اللي هو بصوا في الرسمه عباره عن brain وعباره عن spinal cord، باين جدا هنا ادي كده البرين الجزء الاصفر ده والسباينال كود اكستندد. طيب غير السنترال نيرفس سيستم هيبقى عندي حاجه تانية اسمها بريفيرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم البرين والسباينال كود اللي حضرتك ما ينفعش تعيش من غيرهم، ما ينفعش واحد اشيله السباينال كود او واحد اشيله البرين. طب بالنسبه للبريفيرال نيرفس سيستم، المفروض البرين والسباينال كود بيخرج منهم نيرفز اعصاب عشان تتوصل بعد كده بالبادي اورجنز المختلفه.
فالاعصاب اللي بتبقى نازله من البرين او من السباينال كورد بيعملوا مع بعض سيستم بسميه peripheral nervous system. يبقى هنا the peripheral nervous system consists of cranial nerves extending from the brain and spinal nerves extending from the spinal cord. عدد ال cranial nerves بيبقى 12 pairs, عدد ال spinal nerves هيبقوا 31 pairs. تمام؟ ندخل بعد كده the central nervous system اللي هو the brain and the spinal cord. هنبتدي بمين؟ the brain. لما اجي اوصف المخ, المخ عباره عن ايه؟ هي الصوره اهي, صوره بالمشقلب بس تمام. البرين دي عباره عن ايه؟ بنقول it is a nerve block, nerve block كتله عصبيه containing millions of nerve cells. وساعات بنشيل كلمه nerve cells ونخليها neurons, يبقى فيها millions of neurons or nerve cells. It directs and coordinates all the processes, ideas, behaviors and emotions. يعني البرين بتاعك مسؤول مسؤوليه كامله عن اي بروسس جسمك بيعملها, اي ايديا بتيجي في بالك, كل البيهيفير بتاعك سلوكك كله والايموشنز كمان. طيب البرين ده المفروض حاجه مهمه, فلازم يبقى معمول له بروتكشن عالي, ما ينفعش يبقى محطوط في اي حته في جسمك, لا ده لازم يبقى محطوط في حته مقفول عليه. يبقى it is located in a bony box called the skull to protect it. يبقى لو جالنا في الامتحان سؤال give reason The brain is located inside the skull, هقول to protect it. وفي ناس بتكتب for protection. طب what are the parts of the brain? The brain consists of three main parts, the cerebrum, the cerebellum, and the medulla oblongata. يبقى ايه هما؟ يبقى عندي حاجة اسمها cerebrum, وعندي cerebellum, وعندي medulla oblongata. طيب هنبتدي بأول واحد, cerebrum. مين هو السيريبرم؟ اللي هو الجزء ده, تمام, الجزء الكبير ده, واحنا شفناه مع بعض في الكلاس, يعني لما جبنا المودل بتاع البرين وريته لكم. طيب السيريبرم ده لما اجي اوصفه هقول it is the largest part of the brain, اكبر جزء اهو, اهو كبير اهو. بص الجزء الكبير ده اللي هو السيريبرم, الجزء المخطط ده اللي هو السيريبلم, البرين ستام اللي هي الحته الصغننه دي, هي دي الميدلا اوبلونجاتا. فأغلب البرين واخد مين؟ واخد السيريبرم. فالسيريبرم هنقول it is the largest part of the brain and it is divided into right and left halves, يعني معمولة من نصين, called the cerebral hemispheres. يعني ممكن بطريقة تانية نقول that the brain consists of two cerebral hemispheres, وcerebellum وميدالا أوبلونجاتا. طب the outer surface of the spheres is called cortex, يعني القشرة بتاعت البرين دي من بره, الطبقة الأولانية بتاعته دي اللي على الوش بنقول عليها كورتكس. من جوه بيبقى وايت ماتر. وهقول لك ليه, عشان لما نيجي ناخد السباينال كورد هيبقى عندي العكس. فالناس ركز كويس جدا في الحته دي. يبقى البرين الاوتر لاير بتاع الكورتكس بتاعه من بره جراي ماتر ومن جوه وايت ماتر. طيب لو بصيت كده it has many convolutions and folds on their surface. يعني ما تلاقيهاش سموث كده, لا تلاقيها ملولوه كده, حاجات طالعه ونازله كده وداخله جوه بعضها. وملفوفين حوالين بعض. اشمعنى؟ to increase the surface area, عشان تزود surface area. انت السكال بتاعتك صغيرة, عايزة ادخل فيها اكبر كمية من النيرف سيلز عشان تعمل البرين. مش هحط بقى صغير مفسفس كده, احنا هنحط فيه سيلز كتير, بس بدل ما ادخله مفروض ندخله متني ملولو على بعضه, بحيث ان انا لما اجي اطلعه بره وافرد بقى التنايات دي الاقيه كبير. تمام؟ يبقى هنا اي حاجة دايما ملولوة to increase the surface area على طول. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ ايه وظيفه السيريبرم او تو سيريبرال هيمسفيرز؟ يعملوا ثلاث حاجات اساسيه, كنترولينج ذا فولنتري موفمنتس از رانينج رايتنج ويفنج. يعني ايه فولنتري موفمنتس؟ في حركات الجسم بيعملها بنقول عليها حركات اراديه, يعني ات اوكيرز اندر ذا ويل اوف مان, يعني بعملها بكيفي بمزاجي وانا مستوعبه وانا مركزه. امد ايدي اخد القلم, افتح ازازه, اشيل شنطه, ابايبه لحد, اكتب كلمه في الكمبيوتر, دي كلها اسمها voluntary movements. خلاص دي تبدأها وتوقفها بمزاجك انت بكيفك, under your will, بتحكمك انت. في عندك حاجات تانية اسمها involuntary movements, يعني احنا دلوقتي كلنا قاعدين شغال جوه هارد بيتس وشغال عمال يدق وكل حاجة, هنعرف نوقفه؟ لا. يبقى ده اسمه involuntary, لا إرادي. تمام؟ ما معلوش بكيفي ده بقى. طيب مثلا عندك respiration نفس الكلام, واحد يقول لي انا بعرف اكتم نفسي, تمام, بس عند مرحله معينه
هتاخد نفسك تاني مهما كان نفسك طويل، مش هتفضل كاتمه طول العمر. تمام. طيب عندك حاجة تانية، the movement of gastrointestinal tract، اللي هي السكة ان الاكل هيمشي من الاستومك مثلا يروح للسمول انتستين، السمول انتستين للارج، السكة بتاعت المشي حركة الاكل دي ما نقدرش نوقفها، هو خلاص دخل جوه هو هيتصرف، ملناش احنا فيه. طيب يبقى هنا الوظيفة بتاعت السيربرم ده بقى ملوش دعوة بالبريدنج ولا بالهارت بيتس ولا بالموفمنت بتاعت الفود ولا حاجة، ده ليه دعوة بس بالفولنتري موفمنتس اللي هي بنعملها under our will اللي هي as running. The second function receiving the nerve impulses from the sense organs. يعني ايه كلمة receiving the nerve impulses؟ يعني يبتدي يستقبل ياخد الايه المعلومات او السيجنالز اللي تجيله من السنس اورجان زي الاي والاير والنوز والتانج والسكين. كلمة send the appropriate responses to these impulses يعني هو استقبل الحاجات دي. حد قال لي يا هبة، هقول نعم هرد، فانا استقبلت اسمي يبقى مش هطن، هرد حتى لو طنشت. يعني حتى التطنيش ده لوحده او ده يعتبر رد فعل، ما انا سامعه ومش هرد. تمام. طيب يبقى ده اسمها and send the appropriate response، يعني هتدي ساعتها الرد المناسب على حسب الايه السيجنال اللي جايه لك. طيب تالت حاجه بنقول contain the center of thinking and memory، اللي هو الجزء ده. يعني ايه كلمه thinking and memory؟ يعني افتكرها كده، افكر وافتكر. بس السيريبرال هيمسفير فيها جزء بتاع التفكير وفيها جزء بتاع الذاكره، يبقى ده كده الوظيفه بتاعت مين؟ بتاعت السيريبرال. ندخل بعد كده على تاني واحد اللي هي السيريبال، اللي هي الحته الصغننه دي، ولو ركزت دي هتلاقيها at the back of the brain. يبقى it is located below the two hemispheres at the back area of the brain. الفانكشن بتاعتها maintaining the balance of the body during movement. يبقى دي وظيفتها to keep the body balance، تعمل لك التزان وانت ماشي. طيب بعد كده عندنا حاجه تانية اسمها برين ستام، اللي احنا بنسميها ميديلا اوبلونجاتا، مدلة اوبلونجاتا. هنقول بقى المدلة اوبلونجاتا دي it is located in front of the cerebellum، يعني ادي cerebellum هي قدامه، لان cerebellum ده في الظهر يعني ورا، حيط راسك من ورا وده هيبقى من قدامها. فبنقول المدلة اوبلونجاتا is located in front of the cerebellum and it connects the brain with the spinal cord. بس دي مش وظيفة، ده مكانها. مكانها ان هي بتوصل البرين بالسبينال كورد، وظيفته بقى بيعمل ايه؟ controlling the involuntary process such as heartbeats, movement of the respiratory system pores during breathing and regulating the movement and function of the digestive system and its damage causes death. يعني لو حصل فيها مشكلة تسبب الوفاة، لانها بتcontrol the involuntary movements اللي هي الheartbeats واللي هي الموفمنت بتاعت الريسبيراتوري سيستم. تمام. الحاجات دي لو وقفت تؤدي الى الدات. طيب بعد كده هندخل على تاني حاجه في السنترال نيرفس سيستم، احنا كده خلصنا البرين. تاني واحد هنتكلم على السباينال كورد. طبعا الصوره اللي قدامنا دي احنا اخدنا فيه حاجه اسمها تي اس. يعني ايه كلمه تي اس اند سباينال كورد؟ يعني اخدنا حاجه اسمها ترانسفيرس سكشن، يعني اخدت فيه قطعته زي السلايسز كده، زي الخياره كده، وقطعت ترانشات، قطعناه ترانشات. اخدنا بقى التي اس سكشن ده، الترانسفيرس سكشن ده، هنلاقي ايه؟ شايف الحته اللي غامقه اللي في النص دي؟ عندنا بنسميها جراي ماتر، والجزء الفاتح اللي بره بنسميه ايه؟ بنسميه وايت ماتر. يعني هو كده عكس البرين. فاكرين لما قلت لكم ركزوا في الحته بتاعت البرين دي، الكورتكس كان من بره جراي ومن جوه وايت ماتر. طب هنا العكس، من جوه هو الجراي ومن بره هو الوايت. بس هنا لما اخدوا بقى الترانش دي فيه، اخدوا سلايس ده، اخدوا السكشن ده في السباينال كورد، لقوا ايه؟ لقوا ان الجراي ماتر appears in the shape of letter H surrounded by the white matter. ودي بتيجي في الامتحان، بص كده الشكل اللي في النص شبه الفراشه، ده هو مش فراشه، ده letter H زي ما يكون كده حرف H. تمام. فدي افتكروها، انا اللي بشرح الدرس، انا هبه يبقى انا H. خلاص يبقى اتش والرمادي هو ده اللي باين في النص. يبقى هنا ده spinal cord، it is a cylindrical cord extending in a channel within a series of vertebrae in the backbone to protect it. يبقى spinal cord ده هو cord، cylindrical cord، ماشي فين؟ معمول في القناة كده اللي هي channel. خلاص within a series of vertebrae، الفرتبري اللي هي الفقرات بتاعة الباك بون اللي هو العمود الفقري، vertebral column،
احنا عندنا 33 فيرتبرا خلاص. فال 33 واحده دول من نص هم مش فاضيين، هم مخرومين من نص، فمين اللي بيباص فيهم بيعدي فيهم السباينال كورد؟ طبعا ده عشان البروتكشن، زي ما البرين كده محطوط في السكالوب قافلين عليه، السباينال كورد برضو محطوط جوه الباك بون برضو قافلين عليه. يبقى it is a cylindrical cord extending in the channel within a series of vertebrae in the backbone to protect it and spinal nerves extend from it. وبيخرج منها مين؟ ال spinal nerves اللي طالعة منه. It consists of gray matter in the shape of letter H surrounded by a white matter. ايه وظيفة ال spinal cord بقى؟ بيعمل وظيفتين أساسيين. أول واحدة deliver the nerve messages from the body organs to the brain and vice versa. يعني حاجة من أعضائك عايزة تبعت حاجة للبرين، ما تدخلش على البرين على طول، تبعت السبانا كورد، السبانا كورد يوصل للبرين، البرين هيرد، السبانا كورد ياخده رد يوديه هو للأورجنز. يبقى هنا بنقول deliver the nerve impulses أو the nerve messages from the body organs to the brain and vice versa، يعني والعكس، يعني من البرين للأورجن. أهم حاجة بقى بيعملها responsible for the reflexes، حاجة اسمها the reflex action. خلاص؟ the reflex action ده عبارة عن involuntary رياكشن كده بيحصل خلاص، معتمد اعتماد كلي على السباينال كورد اللي البرين ما بيعرفش غير في الاخر خلاص. as moving your hand quickly on touching a hot surface. كده احنا مخلصين النص الاولاني بتاع درس النيرفس سيستم. تمام. المره الجايه ان شاء الله هناخد، يعني هشرح لكم النص التاني. بس اهم حاجه قبل ما تتفرج على الفيديو بتاع اللي هو بارت 2، يا ريت نذاكر ده كويس جدا، ذاكروه الاول عشان لما نيجي نعمل بارت 2 يبقى احنا بنعيد تاني على الكلام عشان نأكد المعلومة. تمام. شكرا جزيلا يا سنة 6، ان شاء الله المرة الجاية في الفيديو اللي بعد كده نكمل بارت 2. شكرا، باي باي.